ثلاث أحجار كريمة كانت محور نصائح الخبراء لبداية سنة 2024، بداية من اللابرادوريت، الحجر المثالي لسنة 2024. بيشجع هالحجر على اكتشاف الذات وبيعزز القدرات الإبداعية، ونوه المعالجون أنه هالحجر بيساعد على توجيه طاقة التحول والتغيير، وهالشي بيساعد المرأة على اختيار المسار المثالي، وبنوه الخبراء أيضاً على استخدامه أثناء التأمل. الكارنيليان لتعزيز الثقة بالنفس. التأمل باستخدام حجر الكارنيليان أول شيء بنصح فيه الخبراء إذا كانت المرأة عم تسعى لتعزيز ثقتها بنفسها وتجديدها. مو بس هيك، هالحجر أيضاً مناسب لتكوين صداقات أعمق وأقوى واتخاذ قرارات إيجابية. حجر القمر أو القدر. يطلق على حجر القمر تسمية حجر القدر، وبنصح فيه الخبراء لتغييرات ناجحة، ويعرف الحجر بقدرته على مساعدة المرأة على تحقيق أهدافها وتهدئة مخاوفها وقلقها.